بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أبنائي الطلاب، مرحبا بكم في مقرر البلاغة المسمى 132 عرب. نبدأ معكم بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الأولى بعنوان الفصاحة والبلاغة لغة واصطلاحا. للفصاحة معنى في اللغة ومعنى آخر في الاصطلاح. الفصاحة في اللغة تعني الظهور والإبانة، أما في الاصطلاح فهي خلو الكلمة من العيوب المخلة بفصاحتها. فالعرب تقول أفصح الصبح، أي بدأ ضوءه وبان وظهر. وتقول العرب أفصح العجمي بالعربية، أي بان لسانه وخرجت الحروف من مخارجها وأدت معانيها بشكل واضح. وجاء في كتاب الله العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. فهذه المعاني وغيرها من المعاني تعني أن الفصاحة في معناها العام هي الظهور والإبانة، ولكن في موضوع البلاغة ومقرر البلاغة تأتي الفصاحة بالمعنى الاصطلاحي بمعان قريبة من معنى البلاغة. فتعريف البلاغة عند العرب في معناه العام في معناها العام الوصول والانتهاء. تقول العرب بلغت الغاية إذا انتهيت إليها، ومبلغ الشيء منتهى. على سبيل المثال، إذا أنهيت دراستك الجامعية وبلغت الهدف الذي تريد أو خططت للوصول إليه، نقول عندئذ إنك بلغت الغاية، أي انتهيت إليها ووصلت إليها. وتقول العرب رجل بلغ وبليغ، أي حسن الكلام وفصيحه. ومنها بلغ الولد، أي وصل وانتهى إلى سن البلوغ. وحينما يكون المرء بليغا وفصيحا فإن الغاية من تربيته وتأديبه وتعليمه قد تحققت وانتهينا إليها بفصاحة الكلام. ويمكن أن نعثر على عدد واسع من الأمثلة التي يأتي فيها معنى البلاغة بمعنى الوصول والانتهاء. نقول بلغ الفلان مكة المكرمة، أي وصل وانتهى إليها. ونقول بلغ السيل منتهاه، أي وصل إلى نهايته. هذا هو في المعنى العام. أما في الاصطلاح فقد انقسم البلاغيون فريقين، فالمتقدمون من بينهم إمام البلاغيين وعلامتهم عبد القاهر الجرجاني. عبد القاهر الجرجاني يرى بأن البلاغة والفصاحة والبيان تأتي بمعنى واحد. فإذا قلت فلان بليغ أو فصيح أو على بيان فإنك تعني منها الفصاحة. وهذا مختلف عند المتأخرين الذين يمثلهم العلامة السكاكي والعلامة ابن الأثير، حيث يريان أن هذه المعاني الثلاثة أو العبارات أو المصطلحات الثلاثة البلاغة والفصاحة والبيان لا ترد بمعنى واحد. فالبلاغة عندهم وحدها تعني مطابقة مقتضى الحال، ومطابقة مقتضى الحال أمر مشترط في البلاغة ولكنه ليس مشترط في الفصاحة. بهذا وحتى نضع فرصة لتفصيل القول في هذا الكلام في المحاضرة المقبلة، نكون قد أنهينا الدرس الأول من الوحدة الأولى، تاركين مزيدا من التفاصيل والتوضيح في الدرس الثاني الذي سيكون حول فصاحة الكلمة المفردة وفصاحة الكلمة المركبة.
بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.